نعم. لطفي اشتقتولهم كما في عنابه. كيف قلت خويا فؤاد؟ سامحني. قلت لك اشتقتولهم في عنابه، عندهم زمان ما لعبوش في عنابه. نعم ياسر 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 من 2011 كونتر المغرب ما زدناش شفناه. ان شاء الله يتخدم الستاد ويزورونا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لطفي، يعني ما هي قراءتك في اداء المنتخب اليوم؟ والله القراءة اللي عندي وعندي مدة أنا عاشق كرة القدم ونتبع، وخاصة تكتيك نتبت فيه ياسر وأنا ديجا لاعب كرة قدم ديجا. القراءة تاعي اليوم أول حاجة اللي لاحظتها من الأيام اللي فاتت البروغراماسيون تاع لي دو ماتش هذوما كونتر نيجيريا وغينيا. نحييو الكوتش والفيدرالية باسكو بروغراماو دو ماتش هذوما باسكو دو كاليبر دركا هما في لافريك دو ستيل ديفيرون. الفريقين في المستوى اللي نقدروا نختبروا رواحهم معانا، يعني هذه أول حاجة. الحاجة الثانية اليوم نقدر نقولوا باللي لعبنا بالتشكيلة الثانية والركائز قاعدوا في البوندو توش. أنا الملاحظات اللي عندي وشفتها من الاستاديه عندي شوية تحفظ على بن عيادة حسب الأداء تاعو تاع اليوم وحسب الاستدعاء تاعو، لأنه مونغ كومبيتسيو وسينيا مؤخرا برك مع الوداد جو بونس لعب ان ماتش تيتيلار والاخرين دخل فيهم رومبلاسون، وعنده مدة وحنا نشوفوه كتيتيلار منافس العطال، ولكن الأداء يتراوح ما بين المتوسط وتحت المتوسط. واليوم يعني صراحة بن عيادة من الفين نشوفوه ديما ونخليه زداد كعطال. بالنسبة لي ورأيي الشخصي كنت نحب نشوف زداد كأفضل في المباراة هذه. عندنا تبان لي اختيار بدران وطوغاي باسكو يعرفوا بعضهم يلعبوا في الترجي ومن طون به يكون الانسجام هذا ما بيناتهم مليح، وزيد نعرفوا بلي طوغاي موند كومبيتيسيون تاني سمعت له طون جو باه يدخل يلعب. مي الحاجه اللي ما فهمتهاش طوبة اللي قدم مستويات جيده من اللي جا المنتخب ومن في الكلوب تاعو كون كومباريوه بارابور لطون جو تسمى اللي ديفونسير سونترو اللي عندنا في الاخر في المنتخب الوطني محسوب بنفس النيفو ومام الوقت اللي يلعبوا فيه في الكلوب تاعهم نفسه. تسمى انا واحد من الناس كنت نفضل نشوف طوبة في الاجواء الجزائريه مع ذاك الامبيونس تاع الشعب يدخل نشوفوه اليوم وبوركوا با نشوفو كونتر نيجيريا ولا معليش يقعد في البوندو توش. مي معليش انا نشوف في طوبة كاتريام بوزيسيون في اللاكس، وهذه حاجه مزلت مسلاكس ولا اكوش في اللاكس كاتريام بوزيسيون وفي اريير غوش. الحاجه تاني نرجع لبن سبعيني اللي هو تيتيلار انديسكيتاب صافي لونطون وقاعد يلعب اريحيه لدرجه انه ما عادش يقدم ذاك المردود الجيد اللي كنا نعهدوه يمدهولنا بن سبعيني باسكو ما عندوش منافس. انا كنت نفضل ديما يحس باللي طوبة راهو هنا راهو ما تلعبش مليح ممكن تروح بلاصتك. كاين مستقبلا خونا لطفي، كاين مستقبلا شتي راهو يلعب في اونجي. نعم يرجع المنافسة إن شاء الله. يعني سحماش تانا عنده دي كاليتي وهو تانا عنده طنجو، كنت نحب نشوفه زيد كيما زداد كاف ستاج هذا يربح شوية كونفيونس دي ستاج من وراء بعضهم كونتر إيران المرة اللي فاتت، وزيد المرة هذه يدي شوية كونفيونس. ولكن سمعنا باللي كوتش بالماضي عنده تحفظات على البوا ومنا إن شاء الله مستقبلا تكون فيها كومبيتيسيون في منصب الظهير الأيسر. دوكا نرجع لوسط الميدان الكتر والتروا. انا تبان لي الكتر والتروا اللي تولي 4-5-1 وصافي لونطو احنا نلعبوا بها اكل عليها الظهر. تبان لي لازم نجدوا شويه نبدلوا سيستم دو جو، نحوسوا على دي سيستم واحد اخرين. ممكن نلعبوا بثلاثه تصلح، ممكن نلعبوا ب 4-2-3-1، ممكن نلعبوا ب 4-1-4-1 نبدلوا شويه. بار اكزومبل اليوم الكوتش نحيوه كان على الكوتشينغ تاعو بعد ما خرج بن ناصر واللي نلعب بن طالب وزروقي قدامهم بن ناصر قدامهم والناس حاجه ملاحه دي. والناس انا تاني نحب نشوفه كمينار دو جو باسكو دركا يستاهل بلاصه
ممكن مش الكوتي دروا مي يستاهل بلاصه، ومين ارديجو يمشي ويشوف بقلب التوغلات تاعو الوسط الدفاع، وكان يمد تمريرات مفتاحيه يجي منها من الدونجي، دونك في البوست هذاك ممكن يصلح. شفنا تاني الكات كات دو مع دخول عمورة وبن وسليماني، هذه حاجه تفرح تاني. وش عمورة وسليماني دو كون في ديفيرون يعني. انا واحد اللي تقدر ديروا مع حطه سليماني وعمورة بالانطلاقات تاعو هذيك تما راح تنوع خاصه القوه الانفجاريه. نعم تما راح تنوع في اللعب، من طون تربح ذاك التنوع في اللعب، انك تلعب على لي سونتر ولا تلعب على لي بروفوندير ولا هكا. مع بالنا بلي محرز وبليلي عندهم كاليتي تالي باس اكسترا اوردينير، تما في اي لحظه يخرجك هكا بروفوندير تروح تماركي ديريكت. تاني مشية بليلي، عندنا بليلي ما نحكيوش على الكاليتي تاعو حاجه فارق له، مي لازم منا واحد اللي ديما يخليهم كومبيتيسيون، اللي ديما ما يخليهوش. واضحه الرساله يعني، رسالتك واضحه في ماروسي، سيرتو فيما يخص لي زاريير لاتيرو. نعم لي زاريير لاتيرو تانا بلايلي ولي كادر لازم ديما واحد يبوسيهم باه يمدوا اكثر، لانه نهار اللي يلعب باريحيه ما يقدموش المستوى المطلوب منهم. هذه حاجه، والحاجه اللي حبيت نشوفها انا اليوم حبينا نشوفوا ذاك الفون دو كما كنا نشوفوه في 2019 في الروبير تاعنا، تم اللي كنا في توب نيفو تاعنا. واخر مره تانية شفنا في ايران المليو تيران كيفاه مشات البالون، ماذا بينا. طبعا هذا لايف فؤاد اسماعيل على الكره القصيره، وعامل لايف ستريم طويله وغيره، وماذا بينا في كل ستاج الناس تتكلم معاه طبعا جوار نخدمه، يعني نشوفها شويه مش قاعدين نخدمه في الستاج. او تم وين يجي الانسجام في الخمس ايام والسمانه هذيك كي نلعبوا بالتشكيله، نجربوا التشكيله راح نلعبوا بها في الماتش اوفيسيال، نجربها في الانترينمون، تم يجي الانسجام يحكموا لي جوار لي روبير تاعهم، يعرف صحيب وقتها راح ينطلق، يعرف قطاع راح يتركز عليه وهكذا. واضح خونا لطفي، واضح. باش نعطوا الفرصه للاشخاص الاخرين خونا لطفي ديال. نعم، وبالتوفيق ان شاء الله المنتخب الوطني، وان شاء الله نرجعوا للطريق الصحيحه ويخليونا من سلسله الهزيمه، ومن المهم نبنيو منتخب للمستقبل، نبنيو منتخب للمستقبل. كوب دافريك الجاي ان شاء الله والكوب دي موند، وما نغلطوش كما غلطنا المره اللي فاتت، وان شاء الله في خير ان شاء الله. بارك الله فيك خونا لطفي، تحية لكل سكان مدينة بونا. شكرا خونا. كيف حال الزروقي توصل لوسط الميدان ولا في الميزان؟ ومن اللي راح لنا في غولي خويا اسماعيل في غولي كي راح 2018 ليكيب راحت ولا في غولي ولا ليكيب؟ عودة بن طالب مقدم مستوى الله لا باس به، والله يسمى نقدر نقولوا بن طالب اسمه في النص، الله يبارك اليوم. ومع زيد بالإضافة لأدمو الناس، أدمو الناس والله هاي اليوم أدمو الناس يقدر يقدم أداء أفضل. هادي وعندنا لا ديفونس والله لازم له لازم لها خدمة. لا ديفونس أول بهدف واحد وضربة جزاء باش تهلاش من الدور الأول، السنغال كأس إفريقية كاملة مالكة خمسة ديال ليبيت، يعني ماشي منتخب إيه كيلعب ولكن ماشي ذاك المنتخب المرعب. منتخب الجزائري راه منتخب واعد صراحة، بغيت نعطيك واحد النقطة للمنتخب الجزائري اللي هي اللي خلاته يتقصى من كأس إفريقيا وحتى المونديال، كان شوية ديال التعالي، شوية ديال التصريحات الزائدة من المدرب خصوصا، يعني كان شوية اللعابة ما حطوش رجليهم في الملعب، يعني ولاو فهمتي ولاو تيلعبوا يعني. وثانيا يعني السياسيين، حنا